طب ايه رأيكم انه في عيد الام ده نهديهم حاجه حلوه كده، الامهات دول نهديهم حاجه تعمل لهم حلول مبتكره لحياتهم، حاجه تبسطهم وتسعدهم وتساعدهم. تسمعوا عن ايكيا؟ دي اكبر او من اكبر الاماكن بتاعه الفرش في العالم. ايكيا دي حاجه عالميه. ايكيا هيدلكم، هيظبطوا حياتكم كلها، هيظبطوا لكم الاوض النوم والليفنج، هيدهنوها، هيعملوا لكم السراير اللي انتوا عايزينها، اللي فوق بعض واللي تحت بعض واللي جنب بعض. الليفنج لو عايزين تخلوه اوضه نوم وليفنج، او اوضه النوم تبقى الاثنين مع بعض، هتبقى حاجه هتخفف شويه من الدربكه او الزحمه اللي موجوده في البيت، هتبقى حاجه اجمل ما يكون. الحلول المبتكره النهارده وانتم مروحين هيروحوا معاكم عشان يعملوا المقايسه، ويشوفوا انتم بتحلموا بايه لاوضه الولاد والليفنج بتاعكم. اي واحده بتتابعنا وعندها اكتر من 3 توائم كمان لها من ايكيا اعاده تغيير لاوضه الولاد والليفنج، ابعتوا لنا وجميلة وحلوة ليلة عيد الأم. احنا جايين دلوقتي علشان ناخد المقاسات ونشوف هنقدر نعمل ايه بالظبط. احنا خدنا المقاسات، ودي رسمة الأوضة، ده الباب وده الشباك، واخدين مقاسات كل حاجة وارتفاعات كل حاجة عشان نقدر نعرف احنا هنعمل فيها ايه بالظبط. هي محتاجة مكان للدراسة بنتها الكبيرة، فلازم برضه اكون حطاها في اعتباري. في حاجات بسيطة مثلا لازم نعالجها، يعني الحيطة دي مثلا فيها ميل بسيط، فلازم نبقى واخدينه في احتياطنا يعني واحنا شغالين. يعني مش متخيل الشكل ده، في مثلا هيبقى في حته مثلا النوم خلاص مفيش مشكله منها، الست ولاد ان شاء الله النوم بتاعتهم مفيش مشكله منها، دي نمره واحد بالظبط، لان انا ببقى عندي صعوبه في الموضوع ده. لا ما تقلقش خالص. تاني حاجه مثلا لو في مثلا حته الامان، ان هم قاعدين مثلا بيلعبوا بيتفرجوا على التلفزيون، بيبقى في مثلا بيذاكروا الاخت بنتهم مثلا اختهم الكبيره. احنا جوه دلوقتي تيم ايكيا اوريدي جوه خلاص بيركب، ودلوقتي احنا حاطين ساره في اوضه وعشان هي ما تشوفش اي حاجه من اللي احنا بنعملها. حد ماسكه من بره تقريبا. ايه ده احنا اتحبسنا بقى. اكيد هم بيعملوا حاجه كويسه جدا، وانا نفسي اشوف قوي هم بيعملوا ايه. اكيد كله يعني هيظبط الدنيا مع الاولاد. لا مش قوي كده، بجد هزغلل والله. انا ما كنتش متخيله كده خالص.
دايما لما نيجي نعمل اي تصميم بنهتم بالحلول الذكيه اللي في الاوضه. كنا لما جينا نعملها تصميم، هي الاوضه معموله لست اخوات، فلما جينا فكرنا في كل الحلول اللي عايزين نحطها في اوضه واحده. فكرنا في دي اوضه نومهم، فلازم يبقى في مكان للسته ان هم يناموا، لازم يكون في مكان للبنت الكبيره ان هي تذاكر، مكان طبعا يلعبوا، مكان لهدومهم، وحتى في مكان اللي عندهم تلفزيون يتفرجوا عليه. ففي الاول فكرنا في الاخت الكبيره، عملنا لها مكان في السرير فوق عشان هي الوحيده اللي تقدر ان هي تنام في ارتفاع عالي شويه. وبعدين عاملين مكان للاخين اخواتها، واحد ينام هنا وواحد يقدر يطلع السرير ده بالليل وينام عليه، او بالليل الصبح يقفله ويبقى ده خلاص ده مكان لان هما ثلاثه يناموا. ثلاث اخوات بنات التانيين عملنا لهم هي دي كنبه بتتفتح سرير، فبرضه يقدروا ان هما الصبح يقعدوا عليها يقفلوها، تتجمع مع بعض وتكفي ان هما يقعدوا عليها، او تتفتح بالليل وممكن الثلاثه يناموا جنب بعض. وبعدين في حته ليهم ان هما يلعبوا، هما الخمس اطفال التوينز يقدروا يقعدوا كل واحد ليه كرسي بتاعه، ووقت برضه ما يكونوش عايزين يفضوا المكان يقدروا يشيلوا كل حاجه تحت الكرسي. بجد يعني ما كنتش مش متخيلاه، يعني اللي بيحصل ده انا مش متخيلاه. حلو جدا، ميرسي ليكم كلكم، ميرسي مدام منى الشاذلي، ميرسي ميرسي ميرسي.